أحبائي طلابي، سلام الله عليكم. عدنا في الجزء الثاني من هذه الحصة لتكملة كيفية حساب سرعة التفاعل والعلاقة بين سرعات الاستهلاك وسرعات الإنتاج. رح نعطيكم أكثر من مثال يتعلق بهذا الموضوع، لأنه هو موضوع إيش سهل ومش صعب صراحة، الكل رح يكون مبسوط منه. هسه بشكل عام نرجع لكلمة بشكل عام، أنا إذا بدي أجد العلاقة بين سرعات الاستهلاك وسرعات الإنتاج، طلع هاي معادلة كيميائية، عدد مولاتها هي رموز افتراضية اللي هي الرمز سمول من المادة المتفاعلة. يمكن التعبير عن سرعة التفاعل بدلالة التغير في تركيز مادة متفاعلة أو إيش ناتجة. طبعا أنا بدي أكتب علاقة تركيز مع زمن، شو بقول الريت تساوي الريت سرعة التفاعل تساوي سالب دلتا إيه على سالب واحد على إيه اللي هي واحد على عدد المولات، صح؟ دلتا إيه على دلتا تي، طب بي واحد على بي، دلتا بي على دلتا تي، بس شو الإشارة هون؟ سالبة. طيب بالنسبة لسي واحد على سي، دلتا سي على دلتا تي، وبالنسبة لدي واحد على دي. هذا بشكل عام. هسا واحد بيقول لي طب لو كتبت العلاقة بين السرعات شو كيف أكتب؟ طب ما نفس الإشي بدي أقول واحد على إيه، هيك لو بدي أكتب العلاقة بين سرعة هاي وسرعة هاي بدي أقول واحد على إيه، ماشي الحال؟ سرعة استهلاك A تساوي واحد على B سرعة استهلاك إيش B. هسا في واحد بيقول لي طب أضرب سالب، يعني كيف بدي أضرب سالب؟ بزبطش، ما هي السرعة دائما موجبة، إحنا متى بنضرب سالب؟ لما بنحول علاقة السرعة لتركيز على زمن، تركيز على زمن بضرب إذا كانت مادة مستهلكة كسرعة التغير في التركيز بإشارة سالبة، وإذا كانت مادة ناتجة التغير في التركيز يكون إيش موجبة. طيب شوفوا لي العلاقة، السؤال هذا المثال الخفيف اللطيف اللي راح نحكي، عبر عن سرعة التفاعل المواد المتفاعلة والمواد إيش الناتجة بدلالة التركيز مع مين؟ مع زمن. طب هون اطلعوا كم مول؟ 4، هون 5، طب هون 6، هون 4. طيب لو أنا بديش أعبرها بدلالة التركيز مع زمن، جيت أعبرها بصورة علاقة سرعة بس، ممكن أقول هيك، طلعوا ربع سرعة استهلاك NH3 صح؟ تساوي خمس سرعة استهلاك O2 وتساوي سدس سرعة إنتاج H2O وتساوي ربع سرعة إنتاج إيش يا جماعة؟ إنه هي علاقة السرعات، ربع تساوي خمس تساوي سدس تساوي إيش؟ ربع اللي هو إيش؟ NO. طبعا هاي بتعبر عن كلمة إيش سرعة التفاعل تساوي ربع سرعة هاي، خمس سرعة هاي، سدس سرعة هاي، ربع سرعة هاي. هسا هو ما طلب مني العلاقة بصورة علاقة سرعات، قال لي بدلالة تغير تركيز. طب ما هي كل علاقة سرعة بقلبها الريت تساوي سالب ربع. لاحظوا هون بس أنا ليش كتبت هاي، لأنه الأولاد بيقول لي طب أكتب سالب هون. جماعة يعني بالمنطق أنا متى بحط الإشارة سالب؟ لما أحول علاقة السرعة دلالة التركيز مع زمن للمادة المتفاعلة، دلتا NH3 على دلتا تي تساوي سالب ربع، صح؟ هاي ربع بتصير سالب ربع دلتا NH3 على دلتا تي. طب سرعة إيش استهلاك O2 تساوي 1/5 بس إيش سالب دلتا O2 على دلتا تي، وتساوي 1/6 دلتا H2O على دلتا تي، وسرعة هاي 1/4 دلتا NO على دلتا تي. لاحظوا هون السرعات هاي هم راح تكون التغير موجب، ماشي الحال، وهون التغير إيش سالب، فسالب في سالب راح نحصل على سرعة إيش مالها موجبة. تمام يا جماعة؟ نعم ماشي الحال؟ طبعا ما في، يعني انا اصلا كتبتها لاني لاحظت الطلاب بيسالوا عنها، استاذ نحط سالب، انه سالب؟ انا اذا معي سرعه خلص السرعه موجبه، ما بحط اشاره سالبه. متى بحط الاشاره السالبه؟ اذا حولت سرعه الاستهلاك كعلاقه لعلاقه التركيز مع زمن، بستخدم الاشاره السالبه، غير هيك ما حدا يقول لي استاذ في اشاره ايش سالبه. طيب تعالوا نشوف مثال رقم 2 كمثال خفيف هيك، يعني تمرين لكم. واللي يتحلى الغاز هيدريد الفسفور pH3 وفق المعادلة التالية، عشان تكونوا مطمئنين بيعطيني المعادلة موزونة. يعني أي حدا من الأساسي بيجي يقول لكم المعادلة بتجيش موزونة، أقول له غلط. 4 مول بيعطيني 1 مول، وهاي 6 مول، هاي مادة متفاعلة، هذول مواد ناتجة. لاحظوا السؤال شو يقول، احسب سرعة تكوين P4، هيها مطلوب سرعتها،
إذا علمت أن سرعة تكوين غاز H2 تساوي 6 من مية مول بير سكند، معطيني سرعة هاي، يعني المعلوم عندي ها معلوم سرعة إنتاج إنتاج اللي هي H2 تساوي 6 من مية مول بير سكند. جد سرعة هاي السريع بخافش، بقول سرعة إنتاج B4 تساوي سدس سرعة إنتاج إيش H2، علاقة سدس هاي تساوي سرعة هاي، صح؟ ما قربت هاي لأنه جاب لي سيرتها، قال لي جد سرعة B4 إذا علمت أن سرعة إنتاج، وهي من الأسئلة الوزارة المشهورة جدا حتى في الضع دائرة يعني صراحة. فبجي بعوض تعويض مباشر، سدس هاي سدس في سرعة إنتاج H2 6 من 100 مظبوط تساوي سرعة إنتاج B4، ها نزلت هاي زي ما هي، أستي فيها واحد أستي فيها واحد من مية، وتساوي 1% مولر بير سكند، مولر بير إيش سكند. وبالتالي يعني خلينا نقول تطبيق مباشر. طب أستاذ تجي بالسهولة هاي، تجي الأسئلة بالسهولة هاي. طب افرض قال لي جد سرعة، ما طلبش هذا الفرع، قال لي جد سرعة استهلاك pH 3، ها جد سرعة استهلاك pH 3، حبيت أضيف فرع. طب هل هو يعني راح يكون خارق؟ بالعكس الطلاب ما بيخافوا من هالأسئلة هاي، خصوصا العلاقة علاقة مساواة. طب أستاذ طلعوا هون أنا المعي واحد بقول لي طب أستخدم B4، بدكم تفترضوا إنه الفرع هذا مش موجود، ما طلبوش، قال لي معك سرعة H2 هالقد، بدي سرعة pH 3 معلومتي على السريع، شو بقول يلا ربع سرعة استهلاك pH 3 تساوي سدس سرعة إنتاج H2. يا سلام. طب ليش كتبت العلاقة؟ لأنه هاي المعلومات اللي عندي، هاي معلوم وهاي المجهول، عوض أشوف يلا شو بقول، سدس في 6 من 100 تساوي ربع في سرعة استهلاك ايش pH 3، صح ولا مش صح؟ هسه 6 على 6 فيها 1 على 6 فيها 1%، بضربها بأربعة بتصفي 1% ضرب ايش 4 تساوي قديش 4 من 100 مول بير سكند، اللي هي سرعة استهلاك ايش pH 3. حدا استصعب منها يجي يسبقوني، 4 من 100 على السريع كتبوا العلاقة وبالتالي مبيني. هسا لو معي هاي طلعوا هاي قديش طلعت معي سرعتها 1%، طب ما هي هاي 4 أضعاف هاي 1%، هاي 4%، شفاي بيلقطها الطالب. بس أنا صراحة بدي أفترض أن الفرع الأول ما كانش مطلوب ومطلوب مني الفرع الثاني، هذا مباشرة، فإذا هو تطبيق مباشر ولا يوجد صعوبة في ذلك الشيء. طيب ممتاز. طبعا في رابط مع الفيزياء مش ضروري تهتموا فيه لأنه هو بيحكي عن إشي ملناش علاقة فيه كثير، استخدم العالم الكيميائي أحمد زويل، بس اقرأوا قراءة، طريقة وصف يمكن وصفها بأن أسرع كاميرا، يعني عمل كاميرا تستخدم الممرات الضوئية، اعتمدوا على تصوير بزمن قليل جداً حيث يكون الزمن بين الومضات منخفضة جدا، حيث يمكن يصل إلى مستويات زمنية صغيرة تصل من 10 إلى 15 إيش من الثانية، أجزاء بسيطة جدا سميت فيمتو ثانية. شو بتهمني ولا إشي، فيمتو عارفينه أنتوا العصير هذا اللي بنشربه، فممكن فيمتو ممكن مراعي حسب اللي بدنا إياه، زويل شو كان يحب الفيمتو. فبالتالي مكنته من قياس سرعة التفاعلات الكيميائية بطريقة يعني سريعة جدا جدا، ما بهمنا لا زويل ولا نوع العصير اللي بحبه. فبالتالي هذه بتعرفوا وحدة سرعة التفاعل أحلى إشي فيها إنه نسبة هاي الربط والإحبال اللي بنربط فيها قليلة جدا، بس جابوا سيرة الفيمتو كويس، وبرمضان عصير زاكي هذا الفيمتو ماشي الحال، ويعني زمن قليل جدا ماشي الحال، شكله بحب الفيمتو. فبالتالي صحتين وعافية. صراحة اللي بدي أحكي عنه برضو بسيط جدا، حساب سرعة التفاعل بتغير تركيز إحدى المواد المتفاعلة أو الناتجة في فترات زمنية إيش محددة. هسا معطيني معلومة بدي تنتبهوا لها، يتفكك غاز N2O4 بالحرارة مكوناً غاز NO2 وفق المعادلة الموزونة التالية،
N2O4 بيعطيني 2 NO2. هذا السؤال بيلخص درسنا من الآخر، فهو حالة فهم بسيطة جدا. N2O4 بيعطينا 2 NO2، هذه مادة متفاعلة وهذه مادة ناتجة. جمعت البيانات حول اللي هو معطيني تركيز وزمن. شو معطيني تركيز وزمن؟ هاي مادة متفاعلة، هاي مادة ناتجة. بدي تنتبهوا هذا الرقم لما تصل قدسية، مع انه ما فيش عليه شغل، بس من نحوله ل 8 من 100، بدناش اياه 1 من 100، ماشي الحال. بدي تنتبهوا على شغلي. هسه انا امامي معادلة، بعرف انه هاي متفاعلة وتركيزها بقل، لكن ممكن يعطيكم معلومة ما تكونش معادلة وانتوا تستنتجوا انها مادة متفاعلة. N2O4 تركيزها عند الزمن صفر، يعني بداية ايش هاي؟ التفاعل، لانه اي بداية تفاعل زمنه صفر في البداية. تركيز كان 8 من 100، صار 2 من 100، صار 1%. هاي مادة متفاعلة. طب ليش يا استاذ ماهر مادة متفاعلة؟ تركيزها يقل مع الزمن. بدي تنتبهوا على هاي. طيب N2O2 هون مبينة مادة ناتجة. طب افرض فيش معادلة، في كميات زمن صفر التركيز وصفر. واحد بقول لك مبينة، ما هي ما دام عند الزمن صفر التركيز لساته صفر، يعني اكيد مادة ناتجة، لانه ما حدا بيكون تركيزه صفر في بداية التفاعل الا المادة الناتجة. والله كلام صحيح 100%، زاكي مش زاكي، المهم هاي صفر. طب افرض ما اعطانيش هاي، قال لي عند الزمن 10 كان التركيز 8%، طب عند الزمن 20 صار التركيز ايش؟ لاحظوا انه التركيز زاد ولا ما زاد؟ زاد. فبالتالي هي مادة ايش؟ ناتجة. ليش؟ لانه تركيزها ايش؟ يزداد مع الزمن. اذا المادة الناتجة تركيزها يزداد مع الزمن، والمادة المتفاعلة تركيزها يقل ايش؟ مع الزمن. الان عم اقول لي مجموعة معلومات، احسب سرعة استهلاك N2O4 في المدة الزمنية او الفترة الزمنية من 10 ل 20 سكند، يعني هون ما بتهمناش هاي، من 10 ل 20. ثم احسب سرعة تكون N2O في المدة الزمنية من 10 ل 20، ثم العلاقة بين سرعة استهلاك N2O4 وسرعة انتاج N2O. الان على السريع السريع السريع، سرعة استهلاك N2O4 تساوي الريت تساوي سالب دلتا N2O4 على دلتا T. طب ليش حطينا سالب؟ لأنه إيش؟ مادة متفاعلة. ليش حطينا سالب؟ لأنها مادة إيش؟ متفاعلة. طيب سالب دلتا N2O4، التركيز الثاني ناقص الأول في الفترة الزمنية، هذا زمن T2 وهذا T1 بالنسبة للسؤال هذا، صح؟ فهي 1% ناقص 2 من 100 على 20 ناقص 10، أعتقد التطبيق بسيط، 1% ناقص 2% اللي هي بتطلع قديش؟ 1 من 100 على كم؟ 10، اللي هي بتطلع 1 في 10 قوة إيش؟ سالب 3 مول بير سكند. هسا في حدا بيقول لي طب أستاذ أستخدم عدد المولات إذا العدد مولات؟ لا، لما بحسب سرعة استهلاك المادة ما بستخدم عدد المولات، بقول تغير تركيزها على التغير في الزمن. متى بستخدم عدد المولات؟ لما أحط علاقة المساواة بين مادة وأخرى. متى بستخدم عدد المولات؟ لما احط علاقة ايش؟ المساواة بين مادة واخرى. طيب قال لي احسب سرعة تكون NO2 في نفس الانترفال، نفس الفترة الزمنية. جد سرعة تكون NO2 في المدة الزمنية من 10 ل 20 سكند. راح حل السؤال بطريقتين. الطريقة الأولى، طب ما أنا عندي معلومات عن NO2 في الفترة الزمنية من 10 ل 20. دلتا NO2 دلتا NO2 على دلتا T اللي هي التركيز الثاني ناقص الأول، صح؟ اللي هي 10 ناقص 8 من 100 على 10، بتطلع 2 في 10 قوة سالب 3. في واحد راح ينط لي هسه طب يا أستاذ مش أنت أوجدت سرعة اللي هي NO2؟ بقول له صح. طب استاذ ما دام اوجدت سرعه N2O4 من 10 ل 20، طب ما هي نفس المده الزمنيه، بقدر اكتب العلاقه هيك؟ استاذ شو العلاقه؟ سرعه استهلاك N2O4 تساوي نص سرعه انتاج NO2. بقول له ممتاز. قال ما دام معي هاي سرعه هاي N2O4 1% استاذ تساوي نص
في سرعة مين؟ NO2. كلام جميل. بضرب ضرب تبادلي فبتطلع معي سرعة إنتاج NO2 تساوي 2 في 10 قوة سالب 3. طب لما حوطت على القانون تغير تركيز على تغير في الزمن قديش طلعت؟ 2 في 10 قوة سالب 3. وهذا يقول لي أن العلاقة المستنتجة، شو العلاقة المستنتجة؟ إنه سرعة هاي لا تساوي سرعة هاي. حقيقة مين أكبر؟ كمان مرة ها طلعوا سرعة هاي لا تساوي سرعة هاي. إلكوا السؤال وأعطوا الإجابة، مين أكبر سرعة هاي ولا سرعة هاي؟ بسرعة، مين أكبر سرعة NO2 ولا سرعة N2O4؟ مين أكبر؟ يلا أشوف اللي أقل عدد مولاته. نعم أقل، يعني سرعة NO2 أكبر من سرعة N2O4، وهي الضعف بدليل قطعي، دليل قطعي حسابي إنه سرعة هاي N2O4 كانت 1 في 10 قوة سالب 3، لكن NO2 هاي المعادلة قدامكم 2NO2 هاي ضعف هاي، فهاي 2 في 10 قوة سالب إيش 3. اكتب العلاقة. نعم سرعة استهلاك N2O4 تساوي نص سرعة N2O4 عشان أعمل علاقة المساواة. مستحيل أقول سرعة هاي تساوي سرعة هاي، متى بقول سرعة هاي تساوي سرعة هاي لو كانوا عدد المولات إيش متساوية، لكن سرعة استهلاك N2O4 تساوي نصف سرعة إنتاج N2O2. إذا لاحظ أن سرعة التفاعل تساوي سرعة استهلاك N2O4 ولكنها تساوي نصف سرعة إنتاج NO2، وهذا يتفق مع نسب المولات في المعادلة الموزونة، أي أن عدد مولات N2O4 تساوي نصف عدد مولات NO2. واضح يا جماعة؟ صعب ولا سهل؟ شو رأيكم؟ سهل، تطبيق مباشر، ما راح يكون عندنا أي مشاكل، ما شاء الله عليكم. حلو يا رب المادة كلها هيك. بالنسبة للدرس الأول كله درس سهل، ما راح يكون عندكم أي مشكلة أنا متأكد في هذا الدرس.